السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. حبوب اللقاح، وما أدراك ما حبوب اللقاح؟ الغذاء الوافي، الغذاء الوافر، المكمل الغذائي المتكامل بمعنى التكامل، الغذاء الذي إذا اعتمد عليه الإنسان كفاه. هناك دراسات تقول أن الإنسان يستطيع العيش على حبوب اللقاح والماء فقط. لماذا؟ سؤال يطرح نفسه. حبوب اللقاح لها فوائد عظيمة جدا، تحتوي على كثير من المعادن وكثير من الفيتامينات وكثير من الألياف، وكل ما يحتاجه الجسم موجود في حبوب اللقاح. على العموم سيكون لنا حديث مستفيض حول هذا الموضوع. مصائد حبوب اللقاح بأنواعها، سواء المصائد السفلية أو المصائد الأمامية، وأهمية هذه المصائد، وأهمية حبوب اللقاح، وطرق تجهيز حبوب اللقاح، وطرق حفظ حبوب اللقاح، حتى نصل إلى خبز النحل، طرق جمعه، طرق حفظه، طرق استهلاكه. المحاضرات طويلة ومميزة، سنقتصر على أكثر من جزء حتى نسهل المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة. في هذه المحاضرة سنتحدث عن تفاصيل مهمة حول مصائد حبوب اللقاح السفلية والخارجية، مع أستاذنا الفاضل الأستاذ عايش الأهدل من اليمن. فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. زملاءنا وأبناءنا وأخواننا مربي النحل بربوة سيدة، اليوم إن شاء الله سنتطرق لموضوع يعتبر من أهم المواضيع التي على النحال الانتباه لها والتركيز على كيفية الاستفادة منها، وكيف يتحقق ذلك بطرق سهلة وطرق بسيطة وميسرة. اليوم إن شاء الله سيتم التطرق لموضوع حبوب اللقاح بالجمهورية اليمنية، وكيفية جمعه، وكيفية حفظه، وكيفية الاستفادة منه. أيضا سنتطرق لخبز النحل وكيف نجمعه، كيف يستفيد منه النحال سواء كغذاء ومكمل غذائي للأسرة، أو كغذاء وبدائل بروتينية لمنحله. الكل يعاني خصوصا بالجمهورية اليمنية من عملية جمع وحفظ حبوب اللقاح وخبز النحل، نظرا لما يعانيه النحال اليمني من ظروف اقتصادية صعبة، قد لا تتوفر لدى النحال وسائل التجفيف الخاصة بحبوب اللقاح أو وسائل الحفظ. إلى هذه اللحظة لم يستطع النحال اليمني الاستفادة من منتجات الخلية بشكل كبير، خصوصا منتج حبوب اللقاح كمنتج من منتجات الخلية غير الأصلية. هذا المنتج إلى حد يومنا هذا ما زال إنتاجه يقتصر على بعض الزملاء كتجارب فردية، كتجارب شخصية ذات إنتاج بسيط، أحيانا قد لا ترقى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة أو للمنحل لدى النحال نفسه. لذلك فحبوب اللقاح تعتبر من المواد الغير أصلية من منتجات الخلية الغير أصلية. إلى يومنا هذا لم يستطع النحال اليمني توفيرها سواء لأسرته أو لمنحله في فترة الشح. إن شاء الله اليوم سنتطرق إلى هذا الموضوع لنعرض
عددا من الطرق ومن الطرائق التي ممكن للنحال أن يلجأ إليها للاستفادة من هذا المنتج الهام والمميز من منتجات الخلية غير الأصلية. فبإنتاج هذا المنتج يستطيع النحال أولا أنه يحسن من دخله من دخل أسرته، ثانيا يستطيع النحال الاستفادة من هذا المنتج كمكمل غذاء. تكمن أهمية حبوب اللقاح كونها المصدر الرئيسي للبروتين داخل الخلية. هذا المصدر يوفر النحل من الحقول أثناء الفيض الزهري الكبير، لكن للأسف الشديد هذا المورد الهام للخلية قد يتعرض للنضوب أثناء شح المرائي، لذلك على النحال أن يكون ذا حنكة وذا خيارات متعددة في أنه يوفر ويستفيد من هذا المنتج أثناء تدفقه بأن يجمع حبوب اللقاح بواسطة مصائد حبوب اللقاح التي تتوفر الآن حاليا بالجمهورية اليمنية في عدد كبير من المناطق، سواء بمنطقة تريم بحضرموت أو بمحافظة إب، كذلك توجد ورش لصناعة مصائد حبوب اللقاح، وهناك عدد كبير من الزملاء قد قاموا ب تجهيز نماذج وكانت هذه النماذج مشجعة، فما على النحال إلا أن يدق ناقوس الخطر ويبدأ يستفيد من هذا المنتج الذي يهدر بشكل كبير جدا جدا داخل الجمهورية اليمنية، بل أن الزملاء في مناطق كثيرة جدا يأمدون إلى رميه وتقديمه كغذاء سواء للأبقار أو للأغنام، غير آبهين بقيمته سواء القيمة الاقتصادية أو القيمة الغذائية أو القيمة العلاجية التي تكمن في هذا المنتج النحلي الغير أصلي، المنتج الهام الذي يستطيع النحل إذا أحسن استخدامه الاستفادة منه، سواء الاستفادة الاقتصادية عن طريق بيعه أو الاستفادة العلاجية والدوائية والمكمل الغذائي كغذاء للأسرة أو كمورد من موارد من الموارد البروتينية للأجاين التي يستطيع أن ينقذ بها مناحله أثناء فترة شح المرأي. جمع حبوب اللقاح بطريقة سهلة وبطريقة مبسطة جدا جدا يتم ذلك عبر مصائد، تسمى هذه المصائد مصيدة حبوب اللقاح. هذه المصيدة يتم تفصيلها ويتم تجهيزها الآن وحاليا في منطقتين بالجمهورية اليمنية وفي محافظتين، المحافظة الأولى وهي المحافظة التي تشتهر بمستلزمات النحل بكل أنواعها وهي محافظة حضرموت. محافظة حضرموت تعتبر من المحافظات اليمنية التي لها السبق في صناعة أدوات ومستلزمات النحلية بكافة أنواعها وبكافة أشكالها. أيضا الآن الزملاء بتريم قاموا بتجهيز خلايا، هذه الخلايا تحتوي على مصائد حبوب اللقاح، وما على النحال اليمني إلا أنه يبدأ بالتفكير فورا للاستفادة من حبوب اللقاح وعدم إقفال هذا الباب الذي ظل مقفلا لسنوات عديدة، ألا أن حال فورا أنه يفكر في اقتناء خلايا تحتوي هذه الخلايا على مصائد حبوب اللقاح. طبعا المصائد غير مكلفة، المصيدة مباشرة مع الخلية، ممكن شراء الخلية والمصيدة متواجدة فيها. هذا الأمر مبسط ومسهل الآن، وعلى النحالين اليمنيين فقط التفكير في طرق هذا الباب والتواصل بالزملاء بحضرموت وتجهيز هذه المصائد لكل المحافظات اليمنية، وهي سهلة الوصول إلى كل المحافظات اليمنية، سواء كانت هذه المصائد ستصل إلى المحافظات الشرقية أو الجنوبية أو الغربية أو الشمالية من الوطن، فهي سهلة الوصول إذا فقط قرر النحال اليمني أنه يستخدم هذه المصائد لمصلحته ومصلحة أسرته من الجوانب الغذائية والدوائية والجوانب الاقتصادية. المصيدة بشكل مبسط وبشكل مسهل تتكون من جزء
سفلي بالخلية في قاعدة الخلية، وهو عبارة عن درج بسيط جدا جدا غير مكلف. هذا الدرج يحتوي على فتحة يدخل منها النحل، هذه الفتحة تحتوي على عدد من الثقوب، يستطيع النحل عبور هذه الثقوب، وتستطيع هذه المصيدة أنها تسحب جزء من حبوب اللقاح أحيانا لا يتجاوز هذا الجزء 20% من كمية حبوب اللقاح الداخلة للخلية، بمعنى أن هذه المصيدة لا تؤثر على الخلية ونشاطها إذا كان هناك تدفق كبير جدا جدا لحبوب اللقاح. أيضا هذه المصايد تفيد النحال بشكل كبير أثناء فترة الرحيق وأثناء فترة تدفق الرحيق، مما يعانيه بعض الزملاء في بعض المناطق. هناك عدد من المناطق يكون فيها فيض زهري رحيقي كبير جدا، مثل أشجار السلم أو أشجار السمر، والموسم الكبير موسم السدر. يعاني بعض الزملاء معاناة كبيرة جدا بسبب أنه النحل يقوم بالتحضين أثناء إزهار هذه الرحيقيات بسبب تدفق حبوب اللقاح من بعض الشجيرات الموجودة أثناء هذا الموسم. فإذا استطاع النحال اليمني أنه يقوم بتركيب مصائد حبوب اللقاح، فهو بهذه الحالة سيقلل من كمية التحضين، ومن ثم زيادة التخزين والحصول على كميات كبيرة جدا من الأسل. لذلك نشد على كل النحالين اليمنيين التوجه لاقتناء مصائد حبوب اللقاح. فكما أسلفنا وقلنا أنه الآن مصائد حبوب اللقاح متوفرة، وما على النحال أنه القيام فورا باقتناء هذه المصائد للاستفادة منها، وسنكون إن شاء الله متواجدين مع النحالين سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف، فنحن بفضل المولى سبحانه وتعالى متواجدين دائما مع النحال أينما كان، فما عليه إلا الاتصال، وسنسهل ونقوم بتسهيل أي مشاكل قد يتعرض لها متعلقة بمصائد حبوب اللقاح، وسنوجهه إلى الأماكن التي يتم فيها بيع مصائد حبوب اللقاح. كذلك سنكون قريبين منه وتدريبه على كيفية استخدامها وكيفية تجفيف حبوب اللقاح بطرق سهلة وطرق مبسطة إن شاء الله، وكل هذا سنعطيه معلومات مجانية دون أي مقابل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفق هذا النحل للاستفادة من هذا المنتج وتحسين دخله ودخل أسرته.